السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى محي الدين من قناة تفاني. سلوى محي الدين، النهاردة هنعمل دي جدارية للحيطة أو علاقة على الحيطة من ورق الفوم والكرتون والورق المستعمل، ورق كراميس مستعمل، ورق مجلات. هنبتدي نبرم الورق، نقص الورقة بالطول وبعدين نبرمها كده على الخلة. بالشكل ده نبرم بقى حبة ورق حلوين. وابتدي ألزقهم بالقرع. ألزقهم بالقرع على ورقة مربعة من الكرتون أو بمسدس الشمع. وبعدين أقص. وبعدين أقصهم بسوى الورقة وادهنهم باللون الذهبي. وشوية تانيين دهنتهم باللون الأحمر. عملتهم طبعا ونشفوا علشان ما وقت الفيديو. تيجي بقى ألزق الطروف كده ابتدي بروزها كلها كده بعيدان الورق اللي هي متلونة بالأحمر. ابتدي بقى احط عيدين، هعمل شبه جدار صغير كده، عيدين الورق فوق بعضيها على المثلث التحتاني ده، النص التحتاني. تجي بقى بلزق ورق بقى كده المثلث، اوصل بند العين المثلث ده. طبعا فكرة بسيطة جدا ومبتكلفناش اي حاجة، شمعة مسدس وشوية ورق كراريس او ورق مجلات لون، طبعا اي الوان عندنا. كده الورق الملون عندي خلص، فابتديت احط ورق عاجي وبعد كده هلونه.
بس هزق الورقة عليها بالشكل ده. بالشكل ده بكون قسمتها بالشكل ده. هبتدي بقى اعمل عندي ورق مطلع كده اخضر او اي ورق لونه اخضر. دلوقتي انا هعمل الورد اللي هيتحط في قلب العلاقة. بقصها كده وابتدي الزق وهي موروبة شوية، يعني الطرفين ما يبقوش قدام بعض. اوربها من الاول اوربها طبعا هتطلع موروبة من اخرها. ابتدي بقى بعود خلة الفها عليه بالطريقة دي. وبورق خضرة فوم برضو شريط رفيع. ابتدي اغلف عود الخلة بالشكل ده. ابتدي بقى اعمل لها ورقتين، ورق شجر باللون الاخضر كده. عملت كذا زهرة دلوقتي. ده بقى ورق أخضر ملون تاني غامق، هزين بيه القفص دوان اللي هو عملته بالورق عشان يدي شكل حلو. عملت ورق شجر عادي جدا وابتديت ألزقه عليه أزينه بيه. بالشكل ده فضل ان انا احط فيها الورد.
لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ارجوكم محتاجة لايك 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 على القناة على القناة، وسبسكرايب اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان عدد المشتركين والمشاهدات تزيد واقدر اقدم لكم كل جديد. هو الدهين كان لسه طري شوية، فمسدس الشمع مش عايز يمسك كويس فيه، لكن هيثبت أول ما ينشف. بس بالطريقة دي بقى حط فيها الورد بالشكل ده، حاول ألزقه بمسدس الشمع لزقة خفيفة كده في الورقة. وده بيكون الشكل النهائي. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة مرة تانية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.